اليوم راح اسعر معاكم قاعدة الابل ووتش. طبعا القاعدة دي نازلة تقريبا لها 3 سنوات، ما حصلت لي فرصة استخدمها لان كنت افضل قاعدات الثانية مثل هذه القاعدة. قبل اسبوع كنت مسافرة ورحت محل ابل شفته وحبيت اني اشتريها واستعرضها معاكم. لما تشوفون القاعدة طبعا لها حركتين في الشحن، راح استعرضها معاكم الحين. خلينا نفتح القاعدة اول شيء. لما نفتح القاعدة هذه القاعدة كلها، هنا يجي معاها الكيبل الشحن، هذا هو شحن عادي نفس الشحن الايفون. هنا الاستيكرات الاشياء ذي العادية نرجعها، ما راح نحتاجها. الحلو فيها ان القاعدة تجي معاها شاحن للساعة برضو، لان بعض القاعدات ما يجي معاها، مثل ذي القاعدة انا اللي شاري الشاحن ومركبه هنا فيها، لكن يجي معاها القاعدة جاهزة. نعم مثل ما تشوفون ما يجي معاها البلاج، لازم تشتري بلاج انت. يجي معاها بس السلك، نركب السلك هنا نفس سلك الايفون. هذه القاعدة بتكون كذا، تركب الساعة بطريقة عادية. بس طبعا المشكلة لاحظت انك ما قدرت تركب القاعدة بالسير هذا، فلازم اخليها بالشكل الثاني اللي هو كذا وهي واقفة كذا اقدر اركب القاعدة. مثل ما تشوفون قاعدة تشحن الحين، لكن اذا كانت بهذه الوضعية ما اقدر اركب هذا السير، لازم اركب السيور العادية اللي مثلا كذا اقدر اركبها كذا تبدا تشحن. فهذه كل القاعدة. طبعا القاعدة مثل ما تشوفونها نحيفة وفيها نقماش ناعم، فتقدر تستخدمها كذا او تستخدمها مثل ما قلت لكم كذا. قاعدة حلوة طبعا، انا افضلها اكثر من الشاحن العادي لانك تحطه مثلا في الارض، لانه صعب انك تحطه اي مكان وتخلي الساعة تشحن. مش ساعة مش بنفس الجوال انك تحطه يعني عادي. حلو انه يكون فيها قاعدة وانك تركبها كذا مثلا. فيديو، ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، واسف على صوت بنتي.